أحمد، ده فيما يخص الاستعداد للتبادل اليوم، هل من تفاصيل؟ نعم، صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على أسماء أسرى فلسطينيين قد يفرج عنهم. التقديرات الحالية هي أن حركة حماس ستفرج اليوم عن 10 أسرى إسرائيليين. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن إسرائيل حصلت على الأسماء وأنها بالفعل بدأت بتحديث عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بأن ذويها سيكون من بين الذين سيفرج عنهم. هذه الأمور الإجرائية عادة تشير إلى التقدم الكبير في الأمور الإجرائية المتعلقة بإتمام صفقة تبادل الأسرى. حتى الآن لم يصل البيان الذي عادة تعممه مصلحة السجون الإسرائيلية ويشير إلى بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا لنقلهم إلى الضفة الغربية أو إلى مدينة القدس. لكن على العموم هناك شعور في إسرائيل أن هذا النهار سيكون أقصر من الأيام السابقة وسيتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وبالتالي الفلسطينيين بسلاسة أكثر من الأيام الماضية. أيضا تعلو في إسرائيل أصوات تطالب بمزيد من التهدئة من أجل استنفاذ كافة الاتصالات المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين، خصوصا على ضوء ما تحدثنا عنه من استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وفشل الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين الذين كان يروج أنهم في مشفى الشفاء. على ضوء فشل كل هذه الأمور، أصوات ترتفع في إسرائيل تطالب باستمرار صفقة تبادل الأسرى وباستمرار التفاوض مع حركة حماس من أجل استعادة أكبر قدر ممكن من الأسرى الإسرائيليين.